فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في ثوب وقعت عليه نجاسة من ذرق الحمام أو الحيوانات الطائرة؟ وإذا كانت الصلاة فيه حرام فكيف بالطيور التي تطير في الحرم؟ نعم، يقول هل تجوز الصلاة في ثوب وقعت عليه نجاسة من ذرق الحمام أو الحيوانات الطائرة؟ وإذا كانت الصلاة فيها حرام فكيف بالطيور التي تطير في الحرم؟ الذي يؤكل لحمه روثه طاهر، مثل الإبل والبقر والغنم والضبا والطيور، كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس. والحمام يؤكل من المباح وروثه طاهر، لكن الحمام الذي في الحرم لا يقتل من أجل الحرم، وإلا أصله أنه مباح، لكن حرمته من أجل الحرم فقط. نعم.